ممكن يسدد ولكن هنا غطى عليه ماركوس، يمر ماركوس هودسون يلعب الكره لصاول، يمشي الاسباني على بدايه تحرك لباركلي على مستوى وسط الميدان في عمليه الاختراق لم تكن ناجحه فيها خطا. نعم كوفاتشيش يتحصل على ضربه حره في هذه الاثناء، ما هو منتظر ان تشيلسي هو من سيضغط مع فيتس المراوغه، فيتس يسدد جول يا فيرتس، يمينية قوية من خاص خير مدرب لنادي بوروسيا دورتموند وسينوتيل مدرب لإنجلشتاد وبعد لنادي لايبزيغ. العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة محمد صلاح اللي حطم رقم قياسي على مستوى هنا كورة هودسون يلعب لزياش، زياش أوتوي والدخول أوتوي والعرضية ولكن مرة عالية للجميع مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة نادي ساوثهامبتون. باركلي كان في الانتظار لكن عالية بلعبوا كير بيترز بيلية على مشير منطقة الجزاء ولكن في الانطلاق هافيرتس في الانطلاق يتوغل يسدد أوه هافيرتس سامية يا فيرتس وفورة. اسألوا بيب غوارديولا عندما صرح الموسم الماضي بأن الدوري الإنجليزي يبقى الأولوية بالنسبة لكل مدرب يشتغل في الكرة الإنجليزية، الدوري الإنجليزي عنده قيمة تابعة للروكينية في القائمة الأول، رأسية خطيرة ممكن مرة جانبية، مرة جانبية أرمسترونغ أمامنا على الصورة أرمسترونغ وكر وتسديدة جولا يمرر كرة لأوتسون أودوي، أوتسون ولكن تمريرة أوتسون أودوي، أوتسون أودوي وزياش يسدد، هذه هافيرتس ولكن تأخر، تردد وتأخر وبالتالي أعطى الفرصة لماركوس في المساحات، يتقدم ماركوس العرضية ولكن هنا وصول سريع ليانكو، أنت الأفضل الدفاع الآن، حكيم زياش يرفع هذه الكرة راسية جول ويمنح التقدم لتشيلسي بعد طول انتظار. الراسية الألمانية تمنح الأفضلية للبلوز في هذه الأثناء، نعم زياش في التمرير وهافيرتس بالراس حتى بالشباك، صارت 1-0 قبل لحظات من نهاية الشوط المباراة الأول من دون إقناع في الأداء ولكن تشيلسي حاش الهدف، ربما ردت فعل لنادي ساوثهامبتون، هذه خطيرة 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 جول الأولى فيها جول، البداية المثالية لساوثهامبتون، نعم يسجل التعادل مع انطلاق شوط المباراة الثاني، أي بداية هادئة سينوتيل، أي انطلاقة وأي ردة فعل من أول هجمة للأحمر الأبيض نادي ساوثهامبتون، إذن يدرك مساهمون في هذا الأمر ونتكلم عن الاختيارات أن يعدل الأمور في التشكيل وإلا الأمور ستصعب بعد ذلك. أنا تكلمت عن بعض الهفوات التي تشكل بالمنطلاقة، الهربة ليافيت يمشي هافيرتس ولكن نزلت خطيرة أرمسترونغ، أرمسترونغ هذا الثاني يضيع، أي انتعاشة كبيرة لساوثهامبتون بينما العرضية أودوي أودوي بينية فورستير من جديد يتصدى أمام باركلي في الشمس هنا تبادل جميل العرضية وزياش كان يترقى كنترول ممتاز، زياش يمر زياش فيها خطأ، الحكم يقول بأن المخالفة كانت خارج منطقة الجزاء. ليانكو يقرأ كل الكرات والتمريرات بشكل سليم، دعنا نتابع الضربة الحرة تسديدة وفورستير إلى الركنية، نعم أبا الركنية باركلي يرفع باركلي بالراس، هافيرتس يمرر وجول ثاني جول ثاني جول ثاني، يا سلام يا فورستير لوحدك جدار يا فورستس، هافيرتس هافيرتس يمر هافيرتس العرضية ممكن في هذه ممكن في هذه، أرمسترونغ 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 لوحده، الركنية
لا زالت صعبة وبكل سلاسة وضغط وجرأة يبحث عن الهدف. الأداء ينبئ بالخطر قادم يا توماس يا توخيل. إذا ظلت الأمور على حالها ممكن الثاني، بينما آدمز بالفعل يخرج في هذه الأثناء، بينما زياش يخرج في هذه الأثناء بالفعل. هنا زياش يترك المجال لمونت، أيضا تشيلويل يستعد للدخول بعد حين. إذا زياش صاحب التمرير التي أعطت الهدف يخرج، يدخل ضربة حرة لفائدة نادي ساوثهامبتون. مرفوع الكرة داخل منطقة، تلعب الضربة الحرة داخل منطقة الجزاء بالراس، ولكن مرة جانبية. هافيرتز مونت وخطيرة، والثاني جول. الثاني يضيع يا ساول، يسدد وساول رايع. كرة لهافيرتز، استماتة لساوثهامبتون وتسديدة، لكن فورستر ضغط ماضي من الدوري الانجليزي الى جانب تياغو سيلفا، جيمس ماونت وكوفاتشيتش، خمسة لاعبين لتشيلسي في التشكيلة. يخرج بالكرة مع لونغ يرفع لونغ وخطيرة، والثاني يضيع. من أول لمسة سمول بون كيبا، بينما انطلاقة هنا لمسة تشيلويل وعيد نفس السيناريو. مونت يرفع كرة بالراس، ولكن هدف حاسم، بينما ممكن هنا وتسديدة. ووكر وحده، ووكر يرفع كرة لكن بعيدة جدا يا ووكر يا بيترس. الكرة تمشي مباشرة إلى هنا، وصلت لأوتسون أوتو، يتقدم أوتسون مرة جانبية. لا يا سان فوبريج، هو قادر أنه يسجل مرة أخرى. كو تلعب هذه الركنية بالراس خطيرة، كيبا من جديد. إذن أرمسترونغ يستعد لتنفيذ الركلة. أرمسترونغ بنادي تشيلسي. ألونسو نعم، مندي يتكلم عن مندي، بينما هنا الركلة. كيبا الكرة تلمس، الحكم يعطي إشارة التنفيذ في هذه اللحظات. مونت يضيع وارثة يتقدم هنا. لونغ يسجل، وتقدم أوتسون يسجل. كادي تصوت كيبا. إذا سمول بون كيبا، وضعت وتشيلويل يتقدم يسجل. تشيلويل يسجل. إذا هنا تلعب الكرة من فورستير جيمس. آخر اللحظات، التركيز حاضر، وجيمس يسجل وانتهت الأمور. جيمس يعبر بنادي تشيلسي للدور القادم بعد معاناة كبيرة في هذه المواجهة. هو تشيلسي تقريبا بالفريق الثاني في ظل الغيابات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خش شمال وقف البيوت، البيوت لا ما ادري تلقلق بعد شامبيون. فيوري نعديك فيوري. اطلع له ابو ديدة اوابني ابو ديدة، عاش. حالة بسرعة يا ابو ديدة، طاسة يا ابو ديدة. لا في واحد يا ابني، في واحد صاحبهم برا لسه.
فنجالة فينش فاك يو نوك فينش يا جدع. بص على الخريطة يا جدع، تعالى يا جدع، اصبر يا جدع، تعالى يا جدع، الواد ده هيجيبني اكوس لما بيتش يا جدع. هموت هيجيبك هيجيبك والله يا عم موت. لوبي 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 يا ابو ديدا ده، ايه يا ابو ديدا الفجر ده؟ لوبي ابو يا ابو مش وراك زي هنا بارو يا سين.